رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة حنتكلم عن بعض اللي تناقلوه الناس طبعا من موروثات تعتبر أو عادات وغيرها اللي لا أساس لها من الصحة، وحتى لو كان هذا مثلا بعض المعلومات اللي يكون مصدرها غير موثوق أو نقلا عن مثقف أو شخص يكون ذو ثقة كبيرة لدى الناس، ومن هنا يصير أنه القصة هذه اللي تكون خرافة يكون لها يعني جزء من الحقيقة. خلونا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع أو عن مقال الكاتب منصور الضبعان حول دعم المثقف للخرافات. أهلا وسهلا بك أستاذ منصور، نورتنا. يعني القصص والموروثات والخرافات والأشياء الغريبة اللي نسمعها من جداتنا وغيرها، إيش اللي كنت تقصد فيه بدعم المثقف للخرافات؟ خلينا نفهم إيش اللي كنت تبغى ترميله بالضبط. طبعا المثقف مطلوب منه أن يكون عامل معرفة ومشعل نور، باحث عن الحقيقة ويفند ويفرز ولا ينضم إلى القطيع المروج للخرافات، الصانع للخرافات والمروج والمستقبل ما يكون منهم المثقف. والمثقف في مجتمعنا هو كله مرجعية ذا معرفة يمتلك أدوات النقد والتحليل والاستنتاج والرأي. فمن المعيب أن المثقف يستقبل الخرافة أو ما يفندها أو ما ينور المجتمع، هذه وظيفته. طيب إيش اللي يخلي الناس يؤمنون بهذه الخرافات؟ ما هو أخطر من الجهل؟ هناك ما هو أخطر من الجهل، ربما يتبادر إلى الذهن أنه الجهل، والحقيقة هناك ما هو أخطر من الجهل وهو وهم المعرفة. هذا ما يجعل الناس يستقبلون الخرافة ويروجونها، لأن وهم المعرفة أخطر من الجهل. نعم. طيب بما أنك سيد منصور تطرقت في هذا الموضوع، ما هي أبرز الخرافات أو الأفكار الغير صحيحة اللي منتشرة في مجتمعنا اليوم؟ كثير. مثل؟ مثل الجزر يقوي النظر، وحكة اليد ورفة العين بتشوف غالي، وطنين الأذن، والقطة السوداء جني، والبيت المهجور مرعب، الرقم 13، التشاؤم من الرقم 13، غزو الكائنات الفضائية، دعاء الأموات، الطواف على قبور الأولياء وما إلى ذلك، المرآة في الليل، الكثير الخرافات تملأ المجتمع الحقيقي. إذا كبت القهوة يقول لك بتجيك دراهم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا صحيح. أكب قهوتي على الهواء لعل وعسى. قراءة الفنجان، الأبراج، الشعوذة، هذه خرافات. هذا كلها من الوهم والخرافات. بس الجزر يقوي النظر، هذه أنا ما أعتقد ما هي بخرافة. لا هذه خرافة. لا إيش دعوة؟ هذا فندوها الأطباء. لا بس يعني الجزر فيه فيتامين A ولا؟ عنده فيتامين A يدعم العين ولا يدعم النظر يعني. أوكي أوكي. طيب برأيك يعني ليش الناس يصدقوا هالخرافات؟ يعني هل مثلاً تمس شيء معين فيهم، أو إنه مثلاً يشوفوا إنه شيء غريب وما عندهم كثير من المعلومات فبالتالي يميلوا إلى تصديقها مثلاً حتى على الشخصيات؟ يعني ما أعرف، إحنا عندنا في المدينة كان عندنا شيء كائن اسمه النمنم، ما أعرف إذا عندكم النمنم ولا لا. إحنا عندنا النمنم. السعلو وما إلى ذلك. أيوة هو هذا ولد عمه بالضبط. هو النفس البشرية بطبيعتها، الناس بطبيعتهم يميلون إلى كل شيء غير منطقي، يميلون إلى الأسباب غير المنطقية، إلى الحكايات غير المنطقية، فيجدون فيها تسلية. يعني الرواية العادية عادية لا يتم تداولها، فالناس يميلون إلى الأسباب غير المنطقية. هذا إذا امتزج مع وهم المعرفة أخرج عندنا مجتمع من الخرافة يعني. طيب أنت قلت العتب على المثقف يضع برجه في البايو والسيرة الذاتية، هل وسائل التواصل الاجتماعي الحين اللي صدرت لنا عدد لا بأس به من يحسبون على الثقافة؟ هنا صار عندنا أزمة حقيقية. الخرافة تنتشر في، لا تنتشر في الأوساط التي ينعدم فيها التعليم، بل تنتشر في الأوساط التي لديها تعليم متدني، مثل ما أسلفنا أنه وهم المعرفة أخطر من الجهل، فالخرافة تنتشر في الأوساط ذات التعليم المتدني. إذا جاءت وسائل التواصل الاجتماعي واقتحمت، مثل ما هو صايرة في هذا العصر، عندما اقتحمت وسائل التواصل الاجتماعي أو الثورة الرقمية دخلت على مجتمعات ذات تعليم متدني،
أفرزت لنا قدوات تافهة خطيرة تتوزع النصائح السامة تؤثر على الرأي العام، وهذا يمكن التخلص منه حقيقة إذا نمينا المهارات الفكرية مثل الذكاء العاطفي والتفكير النقدي. وأنا أشكر وزارة التعليم على إقرار مادة التفكير النقدي لأنها مهمة جدا 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 للأجيال القادمة حتى يفرزون ما هو صالح وما هو غير صالح. الثورة الرقمية جاءت عند الأوساط ذات التعليم المتدني وأنشأت لنا كل هذا الخطر يعني. فحنا بحاجة إلى تنمية المهارات الفكرية من الذكاء العاطفي، تفكير نقدي، تفكير تحليلي حتى ننجو. نعم، شوي كان في تحيز في هذا المقال سعد منصور للرجال دون النساء في مقالك، ختمت طبعا هذا المقال يعني ما معنى الكلام، قلت شريحة عريضة من المدعيات للثقافة يشاركنا حب الخرافة واللامنطق والوهم الذي يعني، هل بهالكلام أو هالعبارة اللي ختمت فيها هذا المقال تقول أنه النساء أكثر تقبل للخرافات من الرجال؟ أنا جبتوني عشان السؤال هذا. والله صحيح جبناك بالثلاث. قلت للشباب وراء الكاميرات لا تبعدون، كلكم فيها مؤامرة للشباب. نبي فزعة. مؤامرة من جانب الطلب. الطابع البيولوجي للمرأة وجه بوصلتها الفطرية نحو الاهتمام بشكلها. هذا الاهتمام أنتج لديها نوع من السطحية ما تعيبها حقيقة يعني. عندما تكره أو تحارب من يحاول تفنيد مصداقية الحكاية والرواية، لا لا لا, لا تكشف لي عوارها وكذبها، أنا معجبتني القصة ومعجبتني الرواية. فالكلام إنه الخرافة تنتشر في أوساط النساء، هذا تعترفون فيها أنتم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أنتم تعترفون في داخلكم أن الخرافة تنتشر في أوساط النساء. هذا الاعتراف يسنده دراسات، الكلام ليس سطحي وليس تحامل على المرأة. قاموس الأكاديمية الفرنسية 1800 للميلاد الطبعة الخامسة يقول، في كل الطبعات طبعا، يقول أن الخرافة 1800 للميلاد قاموس الأكاديمية الفرنسية يقول أن الخرافة تنتشر في أوساط النساء. الدكتور عبد الرحمن عيسوي في خبير الكبير الطب النفسي في مصر دراسة 1983 توصل إلى أن الخرافة، دراسة خلصت إلى أن الخرافة تنتشر في أوساط النساء. ليش هذا الكلام ليس تحامل إيه ليش يعني؟ معنى النساء يعني، هل معقول أن النساء تنتشر لأنها هي تهتم في شكلها مثلا؟ تحب اللي كل ما هو غير منطقي، تحب اللي يكذب عليها يعني. هذا اللي أنا فهمته، أن المرأة تحب اللي يكذب عليها، تحب اللي يكذب عليها وتحب تخفي العيوب. في حاجة بالميك أب أنا ما أعرف اسمها حقيقة، كونسيلر فيها تخفي العيوب وكذا، فهي تبغى اهتمامها بشكلها أنتج عندها سطحية في كل شيء إلا في شكلها طبعا، تحب يعني التفاصيل. يعني أنت تقول البنات سطحيات الحين؟ لا أنا شخصي سطحية ما تعيبها، تعيب الرجل السطحية. ما تعيبها، هي جمالها في سطحية. يحاول أستاذ منصور دحين يلطف الوضع، تعيب الرجل ما تعيبها. أنا متأكد أنه حيجيك يعني دعوة في لقاء ثاني يسألوك عن موضوع سطحية المرأة هذه اللي أنت مصر عليها، رغم أني أنا ضد أن المرأة غير سطحية، وبالعكس المرأة جدا عميقة وتهتم بالتفاصيل، ولكن بس أيوه. عميقة بالحب بس. وفي أشياء أخرى صدقني، ترى المرأة يعني شيء مخلوق عظيم، خليني أقول ساحر وصعب صحيح. لكن خليني أتكلم شوية على موضوع الخرافات. مشكلة بلعت السؤال أنا يعني، أنت لخمتني بكلامك. على أي حال، موضوع الخرافات تحديدا ومدى انتشاره في أزمنة معينة، والمثقفين اللي ينقلوه أو يحاولوا أنهم يعني يأخذوا هذه الخرافة ويصيغوها بما يتناسب لهم في وضعنا الحالي اللي هو يعتبر بعيد عن الخرافة وهو واقع جدا، عشان يخدم مثلا ترند على سبيل المثال. المثقف المروج للخرافة خائن لأمته، خائن للناس، خائن لثقافته، خائن لما أنعم الله به عليه من ثقافة. عندما تروج الخرافة أو تساهم في ترويجها أو تسكت مجرد السكوت عن رواجها في المجتمع، هذه خيانة. ولا يليق بالمثقف ابدا انه يخون، انه يسكت عن الخرافات. طيب استاذ منصور، من وجهة نظرك انت، يعني الناس اللي الان الهبة اللي الحين طايحين فيها الجميع على الابراج والتاروت وهذه الامور اللي اصلا هي محرمة شرعا، بس يقول لك البعض الاخر انه انا ما اصدق فيها بس احب انه انا اقرا، وبالفعل صفات شخصية مثلا انت برج فلان تتميزين بانك انت تكوني مثلا عنيدة طيبة من ذا الأمور، شو رأيك فيهم؟
هو المرأة بس مو بالمرأة لو عجل سطحي أرجوك تعال عندي تعال عندي فسعة المرأة تحب الوهم اللذيذ تميل إلى 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 الأشياء غير المنطقية الأسباب غير المنطقية الحكايات غير المنطقية لذلك الأبراج تنتشر عند البنات الحقيقة يعني. والله الآن حتى الرجال عندهم أبراج فيهم صحيح لكن انتشارها قوي عند البنات وإيمان اللي يؤمنون فيها أكثر من جيل معين صدقني أيوة يؤمنون فيها أكثر من الرجال عموما حتى ما نتحامل دعنا خلنا نأخذ الدعوة بالعدل مجرد الإيمان بالأبراج هناك كلام يعني حتى الدراسات حول الموضوع هذا بأنها عموميتها فاضحة لكنه حب النفس مثل ما قلنا النفس البشرية بطبيعتها تحب الأسباب غير المنطقية والكلام غير المنطقي والروايات غير المنطقية الشيء العادي ما تميل له النفس فالأبراج عندما بس نتأمل فيها نجد فيها عموميات يعني أنتم تعرفون جميعا والجميع يعرف حتى المراقين يعرفون أن فيها عموميات الصفات اللي في أبراج الثور هي موجودة في أبراج الدلو وأبراج أنا والله ما أعرف والحوت والجوزاء هذه هي صفات عمومية لكن دغدغة المشاعر وما تحنبلهاش يعني لا تدقق أنا برجي كذا ولا تدقق يعني إيش برجك؟ أنا؟ والله ما أدري أنا هذا كان سؤال كمين يعني بعرف حتعرف برجك ولا لا مواليد أنا والله حتى مواليد ميلاد ما أدري كم طيب ممتاز والله يا رأى ما أنت بهينة يا رأى تخوفين طيب أستاذ منصور خلينا نتكلم عن المثقفين والمثقفات بشكل عام أنك يعني برجع أقول ما أنك تطرقت لهذا الموضوع هل كل متعلم مثقف؟ لا طبعا ليش؟ لا طبعا احنا قلنا المثقف في تعريفه كل مرجعية يعني حتى صاحب الحرفة بما فضل الله به بعضكم على بعض يعني دكتوراه الكيمياء لا يجيد الميكانيكا صحيح فهذه ثقافة وهذه ثقافة والعقائد ثقافة والتقاليد ثقافة فتختلف من 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 جهة إلى جهة فالثقافة أمر والتعلم والمعرفة أمر آخر يعني يمكن يكون هذا الشخص مثقف ولكن غير متعلم لا يحمل شهادة أكاديمية الشهادة ليس لها علاقة بالعلم والمعرفة أحيانا الشهادة ليس لها علاقة بالعلم والمعرفة ولا ليس علاقة لها بالثقافة الشهادة مجرد درجة علمية مجرد درجة علمية في تخصص معين لكن المثقف هو خريج مدرسة الحياة هذا هو المثقف يعني أنا قدام اسمي حرف الدال دكتورة على سبيل المثال مجرد درجة هل يعطيني الحق أنه أنا اليوم في هذا العالم السهل اللي أمسك تليفوني وأكتب أي معلومة وأي شيء وأكون مصدقة عند أغلبية يعني شريحة كبيرة من الناس أو من المجتمع عشان أنا إنسانة مكتوب قدام اسمي حرف الدال مثلا حرف الدال مجرد درجة علمية ليس لها أي علاقة بالثقافة يعني أنت ما تشوف أنها يعطيك الأحقية أنك تعطي الناس في تخصصه نعم في تخصصه نعم في أشياء ثانية في تخصصه نعم فيما يعلم فيه نعم فيما يعرفه نعم لكن أعتقد أنه الدرجة العلمية مثل الدكتوراه مثل ما تفضل بالدكتوراه أعتقد أنها تعطي الإنسان أكثر هدوان هو اللي يدلي في كل شيء في كل مجال هو الجاهل أو عديم المعرفة هو اللي يدلي في كل شيء لكن الدكتوراه هي تمنح صاحبها هدوء أكثر وفرز أنا يعني خطر على بالي أسألك بأمانة وش اللي خلك تكتب هذا المقال يعني وش الموقف اللي صار معك فقلت إنه شو المثقف هذا اللي يدعم الخرافات والله أكون صريح معك أعطيني أنا شفت مثقف ومثقفة نعم مسافرين إلى دولة خارج المملكة ورايحين إلى مزارات وإلى قبور وسبحة طويلة وعلى كرسي هم أصحاب قلم وأصحاب مايك فالمايك والقلم أمانة صحيح وخرجوا من هذه الدولة إلى دولة أخرى لزيارة قبر هناك لولي من الأولياء هذا ما يليق بالمثقف هذه خيانة صحيح. هذه مزعجة جدا ليش سميتها خيانة أستاذ منصور؟ لأن المثقف مطلوب منه أنه ينير عامل معرفة مش على النور مطلوب منه أنه ما يتبع أو ما يبحث عن هم يفعلون هذه الأفاعيل بحثا عن الشعبوية بحثا عن مغازلة الأتباع والمتابعين بحثا عن الرضا فما يليق بالمثقف أنه يكون في هذه الغرائز أو الأطماع البشرية الدنيئة لا
المثقف حر ورفيع يعني، وثقافته ترفعه عن 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 مواضع الجهل والشرك والبدع والخرافات. خلينا ما نقول الشرك حتى، ما نتكلم، احنا نتكلم عن موضوع انساني بحت. ما نقود المجتمع نحو الاموات، نحو الخرافات، نحو البدع، نحو الاوهام، حتى الوهم اللذيذ. يعني ما نقود المجتمع، مطلوب منا ان نزعل المجتمع. انا قلت المصريين من بكاني وبكى علي يعني. طيب ادري انك استاذ منصور في البدايه عرفت المثقف وشخصيه المثقف، لكن خلينا نتكلم شوي بعاميه، شوي بلغه سهله نفهمها كلنا والمشاهدين. لما تجلس في مجلس او تقابل شخصيات جديده، كيف تعرف انه هذا انسان مثقف وهذا انسان يدعي الثقافه؟ هو السطحيه. ايش لون السطحيه؟ عندما بس سؤال كيف، عندما تسال الشخص كيف، كيف او تطلب منه التفاصيل، نعم، يتوه المدعي الثقافة، يتوه. والمثقف يشبع المعلومة. أول أدعياء الثقافة ببغاوات، يكررون ما يسمعون. لكن عندما تسأله كيف، وكتبت أنا مقال عن سؤال كيف، كم هو عظيم، كم هو معري، يكشف الشخص اللي قدامه. مجرد أنك تقول كيف، اشرح، هنا ينكشف مدعي الثقافة. صحيح أستاذ منصور الضبعان كاتب بصحيفة الوطن، يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا لتواجدك. نتمنى إن شاء الله يوصل الحكي اللي احنا قلناه لجميع الناس إن شاء الله تعالى. الله يسعدك، شكرا جزيلا. مشاهدينا بعد الفاصل، متى تكون عرضة للإصابة بمسمار القدم وصحة علاجها منزليا ولا في الصوالين؟